أحيانا تسحب القوة من جسدك وتشعر أنك لا ترغب بفعل أي شيء سوى البقاء مكانك. حتى هاتفك لا تملك قوة لوضعه في الشاحن، أو حتى إنارة الغرفة لا تجد في نفسك القوة لإطفائها. أنت هنا لا تشعر بالكسل فقط، بل تشعر بالتوتر أيضا، فأصبحت كالجسد المنهك، عقلك في جهة وجسدك في جهة أخرى. السلام عليكم، أنا محمد غنايم. بداية كيف الحال؟ عساكم بخير. طبعا قضايا عنكم الفترة الماضية ليس كسلا، وإني اشتقت لكم وأحبكم في الله. نحن كلنا كسالى بطبعنا كما تعلم، فلا عيب في ذلك، فالكسل أمر علمي طبي يعتمد على نشاط الغدة الدرقية، ولكن كأي موضوع كما تعلم زيادته هي المشكلة. لأن الكسل الزائد هو سبب أنك تدخن الآن ربما، أو أن جسدك غير رياضي، أو أنك لا تنجز الكثير في حياتك، فتشعر بالضغط النفسي من جهة وبالعجز من جهة أخرى، وأنت هنا لا حول لك ولا قوة. ففي هذا المقطع ومن خلال قاعدة 20 ثانية سأعلمك كيف تستغل الكسل لصالحك. الكسل أحبتي في الله أمر جميل صراحة، يعني ولا أحد ينكر ذلك، نحن نستمتع بكسلنا. حتى أن هناك رجل اسمه توم شيء أكتب لك على الشاشة، أسس مجلة تحت اسم الكسول أو الخامل، بل وألف كتاب كامل تحت عنوان كيف تصبح كسول في عالم المجانين. تخيل، يقول هذا الكاتب مستهزئا ومعارضا للحكمة القائلة أن الاستيقاظ باكرا يورث أصحابه الصحة والثراء والحكمة، ويقول أن من يستيقظون باكرا ما هم بأصحاء ولا أغنياء ولا حكماء، بل هم يخدمون من لا يستيقظون باكرا. يعني تشعر أن الكلام به شيء من الصحة، يعني المدراء دائما يأتون متأخرين إلى العمل، ومن يستيقظون باكرا هم الموظفين. طبعا لا أتفق تماما مع هذا الكلام من واقع تجربة، ولكنني أتفق معه في نقطة أن الكسل مفيد أحيانا في حدود معينة، وهو أمر بفطرتنا نحن البشر. فلا تحزن بكسلك، بل قم واستغله لصالحك، وسأعلمك من خلال هذا المقطع كيف. أولا لنعترف أننا كسولين. نعم أنا كسول، رددها بصوت عالي، أنا كسول. قل أنا كسول. نعم أحسنت، لأن الاعتراف بالشيء بداية الطريق لحله. وهذا شخص جلس في لحظة غروب وقال مللت من أسلوب حياتي، من الغد سأتغير، من الغد سأمضي وقت طويل في قراءة كتاب أرغب به، ثم وضع رأسه على الوسادة ونام. وفي الغد لما سألناه هل قرأت ذلك الكتاب، هل تغيرت، أجاب إجابة كلنا نعرفها، لا لم أفعل. لأن جملة سأفعل غدا لوحدها لا تكفي، أعتقد لو قال بجانبها إن شاء الله لكفت. صحيح. فكان صديقنا يعود إلى منزله ويجلس على أريكة هناك أمام التلفاز، ويمضي كل وقته على تلك الأريكة يحدق في التلفاز، وفي داخله يرغب في أن يقرأ ذلك الكتاب الذي وعد نفسه أن يقرأه مدة أطول، ولكن الكسل كان يمنعه من ذلك. فأخذ حينها صديقنا يفكر بصمت على تلك الأريكة، يقول يا ترى ما هي المدة التي قد أستغرقها لأذهب للخزانة التي أمامي وأستخرج الكتاب الذي أرغب به، ثم أعود وأجلس على الأريكة وأبدأ في قراءته. وليعرف ذلك الجواب قام وأحضر الكتاب بالفعل، ليجد أن الوقت الذي احتاجه بالفعل للقيام بهذا الأمر هو 20 ثانية فقط. يعني المدة التي يحتاجها صديقنا للبدء بالقراءة هي 20 ثانية فقط، ولكنه على تلك الأريكة لماذا كان يشعر أنها ساعة كاملة من الوقت؟ سأل صديقنا نفسه هذا السؤال، فقرر حينها أن يعكس الأمر بين التلفاز والكتاب، بحيث يضع جهاز التحكم الخاص بالتلفاز في الخزانة والكتاب الذي يتمنى قراءته بجانبه على الأريكة، بحيث عندما يعود لمنزله في اليوم التالي يكون الكتاب أسهل لقراءته من إحضار جهاز التحكم للخزانة وتشغيل التلفاز. وهنا اكتشف صديقنا قاعدة 20 ثانية التي من خلالها استطاع التحكم بالكسل الزائد لديه على حد وصفه. طبعا هذه القاعدة كتبها كاتب اسمه أشون أكور في كتاب ميزة السعادة. الآن لنفكر بك أنت، هناك شيء اسمه السلوك الافتراضي، يعني أنت عندما تشاهد التلفاز هذا سلوك افتراضي، عندما تتصفح هاتفك المحمول هذا سلوك افتراضي أيضا، هو السلوك الأسهل لفعله والأقل جهدا للبدء به. يعني لا يوجد أسهل من أن تفتح هاتفك المحمول وتتصفحه أو أن تقوم بتشغيل التلفاز. صحيح، جهد بسيط جدا للبدء بهذا السلوك، وهو سهل جدا،
فهذا يسمى بالسلوك الافتراضي. ويوجد على الطرف الآخر السلوك غير الافتراضي، مثل القراءة، ممارسة الرياضة، الأكل الصحي إلى آخره، سلوك صعب جدا فعله ويحتاج جهد عالي للبدء به. تمام؟ يعني ليس من السهل أن تقوم بالدراسة، تحتاج جهد عالي للبدء بهذا الأمر، وبسبب ارتفاع هذا الجهد الذي يسمى جهد البدء أنت تشعر بالكسل فلا تنجزه. فالفكرة التي نريد أن نصل لها في قاعدة 20 ثانية أن تجعل السلوك الغير افتراضي جهد البدء به سهل. هذا الملخص. يقول الكاتب الآن أنك لتتخلص من الكسل لابد عليك من تغيير السلوك الافتراضي إلى سلوك غير افتراضي. كيف؟ بجعل السلوك الافتراضي أصعب بكل بساطة والسلوك الغير افتراضي أسهل بهذه البساطة. مثلا كان تضع هاتفك بعيد عنك، وتجعل السلوك الافتراضي أسهل بأن تقرب الكتاب إليك مثلا من مكان جلوسك، بأن تشترك في صالة رياضية قريبة من منزلك لا تحتاج وقت كبير وجهد عالي للوصول إليها والبدء بممارسة الرياضة. طبعا 20 ثانية ليست رقم مطلق، يعني يقول الكاتب هي رقم تقديري، يعني يختلف حسب السلوك. فكرة أخرى على مستوى الدراسة، السلوك الافتراضي أن تلعب، أن لا تفعل أي شيء، أن تصفح هاتفك. السلوك الغير افتراضي أن تدرس بتركيز. صحيح. الآن نطبق قاعدة 20 ثانية على هذا السلوك. أول شيء أقنع نفسك أنك كسول. نعم أنا كسول. اقتنعت؟ نعم اقتنعت أنا كسول. الآن قم بوضع عقبات في السلوك الافتراضي، مثلا أبعد هاتفك عنك، قم بإغلاق المدن، ابتكر أنت عقبات في هذا السلوك الافتراضي، ثم ضع تسهيلات للسلوك الغير افتراضي. مثلا تكون طاولة الدراسة قريبة منك، تكون دائما مرتبة، تكون الكتب مفتوحة. أقنع نفسك أنك تريد فقط الدراسة 5 دقائق فقط وستغادر، ستجد نفسك تدرس ساعة كاملة وستستمر في الدراسة. يعني أيضا ابتكر تسهيلات في السلوك غير الافتراضي بحيث تشعر أنه سهل البدء به. الكسل أحبتي في الله مثل الخطأ، يعني تشعر بتأنيب الضمير بعد ارتكابه، لذلك تجد أنك بعد الكسل تشعر بضيق بالنفس لأنك قتلت وقتك بكسلك، وتجد أن لديك الكثير من الأعمال التي يتوجب عليك إنجازها فتشعر بالضغط النفسي. لذلك حينها يمكنك أن تجيب إذا سئلت عن حالك أنا مخنوق. لذلك في حال كنت في المرحلة الأخيرة من الكسل وهي تأنيب الضمير، تأكد تماما أنه دائما يمكنك تصحيح مسارك، دائما يمكنك أن تلحق بما تأخرت عنه. ولكن مع الأسف تجد الكثير من الناس لا يقتنعون بهذا الكلام، فعندما يكونون في المرحلة الأخيرة من الكسل وهي تأنيب الضمير، بدل أن يقوموا بمحاولة تعديل مسارهم، محاولة إنجاز ما تأخروا عنه، تجدهم يبيعون المسؤولية كاملة ولا يحاولون حتى إصلاحها. لذلك كتبت مرة على صفحتنا على الفيسبوك: لا تعتد على التعود، فالحياة يا صديقي أقصر من أن تضيعها بضياعك. لذلك أيها الجميل، بما أنك تشاهدني الآن، فأنا بكل ثقة أقول لك أنك لست من النوع الذي يحب أن يبيع مسؤولياته. لذلك قم وانهض وحاول أن تلحق ما تكاسلت عنه، فدائما يمكنك أن تصحح مسارك، دائما يمكنك أن تلحق بما تأخرت عنه. فالكسل ليس عيبا بك، بل هو أمر طبيعي يصيبنا كلنا جميعا، هو أمر علمي طبي يعتمد على نشاط الغدة الدرقية، يعتمد على نوع الأكل، يعتمد على الرياضة، يعتمد على أمور كثيرة تمارسها أنت في حياتك. لذلك من ناحية طبية حاول أن تقوم بهذه الأمور: أولا خفف من كمية الكافيين التي تشربها، وأكثر من شرب الماء، قم بتناول غذاء صحي، مارس رياضة المشي، ممارسة الرياضة بشكل عام جيدة، وتجنب التدخين وتناول الكحول. هذا الأمر كله يساعدك على التخفيف من عوامل كسلك. في النهاية أحبتي في الله، شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.